مشاهدي موقع لو 360 مرحبا بكم في اولى حلقات برنامجكم الجديد حصيله كان من القاهره. البدايه ستكون بابرز نتائج يوم الاحد. المغرب تغلب على ناميبيا بهدف قاتل، والسنغال هزم تنزانيا بثنائيه، بينما المنتخب الجزائري تغلب على نظيره الكيني بهدفين دون رد. اما بخصوص ابرز اخبار الكان فان مدرب المنتخب المصري طالب في الحصه التدريبيه اليوم امس من البدلاء التركيز اكثر خوفا من شبح الاصابات، مؤكدا لهم ان دورهم لا يقل عن العناصر الاساسيه. في المقابل من المنتظر ان يسترجع المنتخب الوطني المغربي لاعبه يونس بلهندا امام الكوت ديفوار ايها الجمعه المقبل، وذلك بعدما غاب عن مواجهه ناميبيا بسبب الاصابه. واختارت اللجنة المنظمة للكان المغربي مبارك بوصوفا كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت الأسود أمام ناميبيا، حيث كشف عن سعادته بهذا الفوز خلال هذه المباراة الصعبة، ووعد الجميع بتحسن الأداء في المباريات المقبلة. ومن جهة أخرى خاض المنتخب الإيفواري آخر حصة تدريبية له يوم أمس بملعب الشمس قرب فندق إقامته، وذلك استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا في أولى مبارياته بكأس إفريقيا، حيث شهدت الحصة المذكورة حضور جميع لاعبي الساحل العاج المتواجدين في القائمة النهائية. وفضل الطاقم التقني لمنتخب الكوت ديفوار خوض الحصة التدريبية على الساعة 4:30 عصرا من أجل الاستئناس بالأجواء الحارة، خاصة وأن المواجهة التي ستجمعه بمنتخب البافانا بافانا ستجرى يوم على نفس الساعة. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، ونلقاكم يوم غد في حلقة جديدة. دمتم في رعاية الله.